رحلة جديدة من رحلات المجري. الدكتور سامي عبد العزيز شخصية اجتماعية وإعلامية كبيرة جدا. أنت شايف منظومة النادي الأهلي إزاي يا دكتور؟ نشر الثقافة الرياضية والتاريخ الرياضي في مصر. يحاوره ويتوقف معه في أهم محطات حياته. حسيت أنك ظلمت حد؟ عدم الاعتراف بأهمية الخبرة الدولية نوع من التخلف. من أنت؟ أنا الوحيد الذي لا يقرر على طلابه كتاب. مهاجم أم مدافع؟ اللي أنت بتفكرني بنفسي. أسرار تكشف لأول مرة. هل الإعلام سبب في التعصب على الساحة الرياضية؟ قولاً واحداً، لو أن المزاج المصري فيه نوع من التعكير سببه الإعلام الرياضي. فمن الخصم ومن الحكم؟ أنت شايف قناة من الأهلي فين دلوقتي؟ كانت إضافة للإي آر تي وإضافة للإعلام الرياضي المصري. المجري السبت الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.